من برنامج الحرفة الذي نسلط فيه الضوء على حرف باتت يتهددها النسيان وتطغى عليها الآلة، وأدوات جديدة تحاول طمس جزء من هويتنا التاريخية وتراثا أصيلا كان مصدر عيش أجدادنا لقرون. في لقطتنا لليوم نروي تفاصيل أحد هذه الحرف من قلب مدينة مراكش، وبالضبط من سوق السمارين، حيث لا زالت تتغنى بقليل من مجدها على يد حرفيين لا أكثر. إنها حصائر الدوم، مصطلح يحمل بين طياته الكثير من أجزاء تاريخنا والعديد من تقاليدنا المجسدة لطابع الهدوء والبساطة والصورة الحقيقية للصانع الذي يسهر على إخراج هذا المنتوج إلى الوجود من قلب الطبيعة إلى أرضية غرفنا ومساجدنا. عند مدخل سوق سمارين يتراءى لك الحاج علي وبعض من مساعديه يسترجع فرحة هذه الحرفة بين حصائر إحداها أصفر اللون وآخرها مزركش، يحمل من الماضي شيئا من البهجة ومن الحاضر شيئا من الحسرة والألم. على ازدهار وقفت أمامه حصائر البلاستيك ومختلف الزراب الغالية الثمن والرخيص منها. كانت هاد الوشعال اللي فيها مالين الزيتون وهاد الحوانت كلها ديال تاع الصناعة هاي، اللي ما عنده الحانوت تيجي تيوقف هذيك الساعة تيبيع ويشري تما، ولا مالي الحوانت اللي خصاتهم السلعة تياخذوها من عند دوك الناس اللي جاو من برا. دابا مؤخرا ملي دخلت هذا البلاستيك تنقص البيع ديال هذا ديال هاد الصناعة التقليدية، ولا دابا هي فيها البيع، ولا الناس حتى المحلات ولاو بدلو وغيرو. تقريبا دابا بقى من محل تيبيع الحصار؟ الحصيره دابا ولات تقريبا غير في الديبوات. شحال تقريبا؟ شي مدينه هنا في السوق. هنا في المدينه شي ثلاثه الناس هما اللي باقي تاعي. هما اللي كاينين في هذه المنطقه؟ ايوا هما اللي طيحتي وباقي هذه الصناعه التقليديه. دروكا باقين عندنا نعمه سهلة الله، باقين شي 4 درازات ولا 5 درازات اللي بقاو. شحال كانوا ديك الساعه؟ كان حتى 40 دراز. وكل دراز شحال تيخدم؟ ها؟ وكل دراز شحال فيه؟ كل دراز كيقطع 12 متر في النهار. في 4 خدامه كل دراز؟ 4 خدامه. 4 د الخدامه، كاين اللي كيخدم بربعه وكاين اللي كيخدم بجوج. وكل تسريحه تدوز في النهار؟ كل تسريح كيدوز في النهار. ما يميز حصائر الدوم هي انها صناعه محليه صرفه تختلف عما نجده في بعض المناطق، فهي منتوج طبيعي يتم صنعه من طرف عاملين او 4 لا اكثر، حيث تتجاوز مده صنع الحصيره الواحده حوالي 10 ساعات، اذ يقوم 4 من المعلمين على الاكثر بانجاز دريز، وهو المكان المخصص لعمليه صنع الحصير، ويكون على شكل مستطيل. في كل زاوية منه توجد أعمدة صغيرة تكون قد دقت بالأرض خصيصا لهذا الغرض. 3 سنين هذه ما عمرنا حنا ما دخلنا فيها شي حاجة. ما بعنا شيء. راه هنا عمر والهرية عمر، راه فوق من 1000 تسريح عندنا. إيف جيجن هي أيضا من بين الوسائل الأخرى المستعملة في هذه العملية، والتي هي عبارة عن مرمى منطرحة أفقيا على الأديم، وهي عبارة عن عمود من مترين أو أكثر، وفيها ثقوب يقوم المعلم بتمرير القنب منها بشكل دقيق حتى يتم الحصول على الحصيرة أو أجرتيل الذي قد تختلف مقاساته حسب الطلب. هذه صحية. صحية. صحية خير من البلاستيك. من ناحية اش؟ من ناحية الدبغ غير اللي فيه الحساسية هذه اللي تيستعمل. ما تيستعملش هذه. هذه تطلع الغبره، هذه الحاجه اللي طحت فيها تتجمعها. هذه لا، هذه لا طحت فيها شي حاجه تتهول الارض دايره بحال الغربال. وهذه دابا الا دخلتي كاع من برا بنادم جا عرقانه وكذا نعس فيها غير واحد ربع ساعه تيحس بذاتو داك العرق ما بقاش. في أجدادنا وحقيقة مورود يتهدده النسيان، وواقع صنعة لم يتبق سوى القليل من الأيادي التي تعلم بطريقة حبكها وصنعها أمام تحديات المجال وقلة الطلب عليها. حقيقة طبيعة لا زالت تتحدى طغيان الآلة
تستلهم أفكارها من قلب الطبيعة السخية لتجعل في الأمر شيء من القدسية لموروث يعود إلى المئات من القرون لثقافة إفريقيا دون غيرها. نطلب من الله ومن المسؤولين باش يطلعوا على الصناعة هذه، أنه الصناعة صارت بات تموت، واللي خرج منها ما تلاقى يرجع ليها. خصهم يعتبروا الصناعة ويحيوها، أنه صناعة وزارة الأوقاف وهم اللي تيدوا هاد الصناعة وتيفرشوها دابا فسميتو في المساجد وفي المصلات ديال العيود. ايوا هذا الشيء اللي كاين، وطنطلبوا من الله منهم باش يعتبروا الصناعه راه الا فاتت موت راه ما تلاقوا يلقاو واخا كاع يبغيوها. خصنا نعتبروا واحد الحاجه ما حدا تتحركوا فيها بعض الناس.